متابعين قناة نيشان. الآن احنا كتوجنا بالضبط أحد الأسواق الشعبية هنا بمدينة مراكش، السوق بن ساسي. كما كتشاهدوا يعني الصراحة أنه هنا راه باقي يعني الحرفة هذه كيف نقولوا الحرفة ديال الشفنج، مول الشفنج. كما كتشاهدوا يعني هذه الحرفة بدا كتنقرض، ولكن الحمد لله على فضل الله، الحمد لله أنه باقي هاد الرجال هادو اللي باقي شادين في هاد الصيغة هذه، في هاد الحرفة هذه كي تنقولوا، خصوصا أنه كنعرفوا هاد الأجيال اللي طالعة ما عندوش مع هاد الشيء هذا كي تنقولوا بالدارجة. يعني الصراحة هاد السيد في عمره وقيلة في الحرفة ديالو تقريبا شحال أخويا في هاد الحرفة؟ 74 سنة، والحرفة هو في هاد الحرفة هذه تقريبا غيكون 50 سنة ما فوق في هاد الحرفة هذه. يعني معنا الابن ديالو اللي هو تيحاول أنه التعاون مع الوالد ديالو، والله كي تنقولوا الله يرجع عليه بالمراكشية في هاد الأسواق. غادي نحاولوا نقربكم الطريقة اللي استعمال تيستعمل يعني العجين ديال جوج لا المتابعين ديالنا يعني الطريقة. سي الحاج، شحال من سنة أنت كتبيع هاد؟ واش غادي نقول شي 56 عام. وانت في هذه الحرفه هذه؟ اييه، الوالد عندي انا كان امين الشفناد. امين الشفناد تبارك الله، كان تيشد تيعطي القايد الزيت والدقيق وتيخلصوا جارتو 3 فرانك. 3 فرانك؟ اييه تبارك الله. امين ديال السوق ديال حضراس العين، والثلاثه يدورين، والجمعه ديال بساسي كاع هادشي كان تيدوز. اييه، مقايد وقايد تيروندي، مقايد وقايد. يعني ما كتشوفش بانه هاد الحرفه بدا كتنقرض؟ واش نقول لك، صافي الناس الدراري هادو ديال الكلوب عيانين، ما قلتوش على الدقيق، غير كان الدقيق صحيح واعر عليهم في العجينه، ما قلتوش على هاد، ما قلتوش يطلعوا العجينه. يعني هادشي قلتو يطلعوها، ولكن يطلعوها خاسره. يعني هادشي مشى؟ مشى، قلوا ماليش، ما بقاوش مالي قلوا ما بقاو. مرحبا مرحبا مرحبا. يعني كما كتشاهد وين على مزيلاتها غديرهم مش عارف نديرهم كيما كان. شوف شوف، كاينه الشفنجه الرحمانيه، كاينه السرغينيه، كاينه التقاليه، كاينه الشاويه، والبهجه هي الاخرى. الجوية تتكون صغيرة. تونسي مغربي يعني. بلد الثاني. بلد الثاني يعني مرحبا بك. مرحبا بك. بيع في الميزان. بيبيع في الميزان، قال لك واش تبيع في الميزان؟ بالميزان. تبيعوا بالوحدة، أنت هما تبيعوا بالوحدة. بالميزان. وحدة ب 30 ريال يعني درهم وانيت. معقول. ثمن معقول. إيه معقول. واش يمكن؟ ويفطر. يفطر. يشبع. واحد ياكل زوز مع كاساتي. حتى ال 12 هو يعني ما باقيش ياكل. يعني تياكل 10 شفنجات 8 شفنجات. ايه كاين. كاينين، ولدك انا نقول الناس قلوا. قلت لك انا ولد حرفه. صافي. الوليد نتاعي عامل المغازة عام 40، دابا مازالت موجوده. انا شادينها واحد مع بعد واحد. يعني داك الشيء مشتي السلسله، داك الشيء شاد. سلسلة عائلة مرحبا. عايش بارك الله فيك. بارك الله فيك انت، مرحبا بك عندنا في المغرب. كنشكروا هذا الاخ التونسي اللي انه مع الصدف تصادفنا بانه انت هو راه ولد الحرفة، يعني ولد الحرفة في بلد الثاني المغرب. كنرحبوا بك عندنا. عايشك، جزاك الله خير. مرحبا بك في المغرب ديالك، البلد الثاني المغرب، واستضفنا يعني صراحة انه عطانا واحد النبذة حول طريقة الشفنج اللي تنظم في تونس. يعني كنشكروه.